لأول مرة يجتمع نجوم التسعينيات في حفل ضخم في السعودية بعنوان كاسة 90 لمشاركة الفنانين إيهاب توفيق وحميد الشاعري ومصطفى أمر ومحمد محي وهشام عباس وغيرهم يوم الأربعاء 16 من أغسطس ضمن حفلات صيف جدة 2023. أمل عمر زعلان ليه ناري نارين ناري من جماله. صدر اسم الفنانة نادين نجيم الترند بعدما انتشر خبر استدعائها في المحكمة بقضية اتهمها فيها طليقها هادي الأسمر بالتشهير به، لكن نجيم نفت ذهابها إلى المحكمة كمدعى عليها من طليقها مؤكدة زيف تقارير إعلامية وأنها الطرف المدعي وليس العكس. بعد النجاح الذي حققه فيلم نزوح في أكثر من 20 مهرجاناً دولياً حول العالم، يستعيد الفنانان كندا علوش وسامر المصري لعرض الفيلم في دور السينما العربية قريباً، وتدور أحداثه في سوريا خلال صراعات السنوات الماضية. حالة من الغموض حول الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً رمضان الماضي، إذ كشف الفنان محمد رمضان أن موعد عرض المسلسل لم يحسم بعد وربما يغيب عن جمهوره رمضان العام المقبل بهدف أخذ استراحة على أن يقدمه رمضان 2025، ليبقى القرار غير مؤكد حتى الآن. وأخيراً فيديوهات طريفة باستخدام الفلاتر نشرتها الفنانة ياسمين عبد العزيز بصحبة الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال عطلتهما الصيفية. واقفة مؤكد شو يعني؟